عندي سالفه سلمك الله. واحد يسولف علي ابو تركي يقول خالي ابو زوجتي يقول توفي ابوه وهو توه يعني شاب صغير. يقول توفي ابوي وترك امي وثلاث بنات. الولد بدا يشتغل يعني عمره في 16 تقريبا، بدا يشتغل في الغنم يبيع ويشتري، والولد بسم الله عليه جيد. المهم اشتغل في الفوج في الجنوب، وصار يروح للجنوب هناك وشرى له السيارة يكد عليها يشيل معه بضايع، ولا جو الناس بيجون يجوا يركبون معه في السيارة وياخذ عليهم أجرة. جاء شغل في إحدى الشركات الكبيرة في جدة، الكلام هذا قديم، وراح الجدة وصار يشتغل على القريدل، وشرى له ديدسون في السبعينات ذيك الحين، وصار يعلم الناس على السواقة من بعد الدوام، يعلم الناس على السواقة وياخذ عليهم أجرة. العجيب كان هو يجمع اللي حصله هذا وحاط له زي الحصالة ويجمعها فيها، إلى جاء كل جمعة قسم اللي جمعه على ثلاثة، شيء له وشيء لأخواته وشيء الظاهر لأمه، يقسمها بينهم. المهم استمر على هالحال، وصاروا لأنه جاء في نهاية الشهر جاء حد بيروح القصيم أرسله معهم لأخواته وأمه. كبر الرجال وزانت الأمور، يوم جاء المينا وبدأ قالوا اللي يبغى يشتغل في التخليص الجمركي، وبدأ يخلص في التخليص الجمركي، وطلع له تريله بالآجل، هم الثانية هم الثالثة، ثم بدأت تدور معه عجلة الحياة إلى أن صار عنده 100 تريله. الله ثم دارت معه الحياة، وحتى صار يأخذ مناقصات بالملايين، عشرات الملايين بل مئات الملايين. يقول هذا الرجل اللي كلمني البارح، يقول ما أكلمه في مسجد، ما أتكلمه في فرش مسجد، ما أتكلمه في أيتام، ما أتكلمه في أحد إلا يقوم على العوائل وينفق عليهم. يقول كلمته، يقول في أرملة عندنا في القصيم، يقول حتى الحديد طالع يعني حديد الصبة، يقول صورته ورحت له في جدة. يوم جيت أوريه قلت يا أبو فلان، اسمع عوض العواض، قلت يا ابو فلان شوف هذه طالع الحديد. قال طالع حديد هالحين ترجع لهم وتطلعهم من بيتهم وتستاجر لهم وتهد بيتهم وتعمره من جديد. الله هده وعمره من جديد واثثه، ويسال في ناقص عليهم شيء، عندهم شيء ناقص، اي شيء ينقص عليهم علمني. ويقول ولا يقبل ان احد يدري عن عمله. شيء عجيب الرجل يقول، عجيب في ذكره لله، يقول حياته كلها ذكر، يمشي ويذكر الله. يقول واحدة من أخواته توفي زوجها وعندها ضرة، جابهم عنده في جدة وبنى لهم فلتين محترمات. بلدنا أبشركم هذا بلدنا بلد خير، وفي ناس من أهل الخير، ويحفظ الله هالبلاد هذه بفضل الله أولا، ثم تحكيم شريعة الإسلام، ثم إنفاق قيادتها وإنفاق الناس اللي فيها. الصدقات تقي مصارع السوء. الله يا قانا وياكم. اللهم آمين.